السلام عليكم. اذا غنحاولوا في هذا الفيديو هذا ديروا تصحيح التمرين 35 صفحه 84 من الكتاب ديال المفيد ثانيه باك علوم رياضيه. الا كتلاحظوا هذا التمرين كاتبين عليه بكالوريا 1988 صافي. اذا هذا التمرين ديال الباك ديال 1988. هنا عندنا جوج اجزاء. الجزء الاول قالوا لنا لتكون ايدو المتتاليه العدديه المعرفه بما يلي: U0 كتساوي U1 كتساوي 1، UN زائد 2 كتساوي UN زائد 1 زائد U2N. قلنا بين أنه لكل N من N عندنا U2N كبر من N، و U2N زائد مضروبة في UN زائد 2 زائد 1 زائد ناقص 1 أس N زائد 1 كتساوي عاوتاني UN زائد 1 كل أس 2. هنا دايرين لها متتالية فيبوناتشي. دونك هاد المتتالية كيفاش بعدا؟ شنو هي هاد المتتالية؟ إلا لاحظنا U0 شنو كيساوي؟ كيساوي 1. U1 غير باش U1 كيتساوي 1. U2 اش كيساوي؟ كنديرو هذا زائد هذا، اذا غيساوي 2. U ديال 3 هو هذا الحد زائد هذا الحد، 1 زائد 2 3. U ديال 4 هذا زائد هذا، 2 زائد 3 5 صافي. U U ديال إلا بغينا U ديال 5 عاوتاني كنشدو هذا زائد هذا 8. أوكي صافي. وحنا غاديين عاوتاني إلا قلنا U ديال 6 غنديرو 5 زائد 8 هي 13. إذا اش كنلاحظو غير المهم وحنا غاديين اش كنلاحظو من هادي؟ منا ممكن نقولو U دو N راه كبر من أو يساوي N صافي. مثلا ها هو هنا N 6 وراه 13 كبر من 6 صافي. هنا ان 5 راه كبر 8 كبر من 5 وحنا غادي. دونك هذا الشيء هذا غنحاولوا نبينوا هذا السؤال هذا باستعمال الترشح صافي. باستعمال الترشح غنمشي بالسؤال الاول. اولا بين ان بين ان U دو ان مهما يكون ان كينتمي لان U دو ان كبر او يساوي صافي. U دو ان كبر او يساوي اذا غنمشيو هنا دابا ترش لاجل ان كيساوي صفر ياك لدينا المسافة كتساوي واحد بما أن المسافة واحد كبر من صفر فإن زيرو كبر من أو يساوي صفر صافي. غنديرو دابا نفترض أن U2N مثلا كبر او يساوي ان لاجل ان ونبين ان U دو ان زائد واحد كبر او يساوي ان زائد واحد صافي. اذا انطلاقا من الكتابة اللي عندنا هنا اذا غتكون U دو ان زائد واحد U ان زائد واحد هي U ان زائد U N ناقص واحد. لدينا U N زائد واحد كتساوي هي U N زائد U N ناقص واحد. أوكي. من خلال الافتراض شنو عندنا؟ لدينا U 2 N راها كبر من N وشنو حتى U دو ان ناقص واحد راها كبر من اياش كبر من واحد صافي. الا بغينا نقولو حيت علاش هاد الشيء هذا راه صالح الان صافي. هاد الشيء هذا راه صالح الان. اذا ممكن نقول دابا هنا U ان زائد U ان ناقص واحد راه كبر او يساوي ان زائد واحد ومنه U ان
زائد واحد راح أكبر من ان زائد واحد، وبالتالي حسب استدلال بالترجع مهما يكون ان كينتمي لان عندنا يو ان راه كبر او يساوي ان. اوكي راه كبر او يساوي ان، هذا فيما يخص السؤال الاول. ندوزو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني قالوا لنا بين بين ان مهما يكون ان كينتمي لان، صافي مهما يكون ان كينتمي لان، عندنا يو ان في يو ان زائد جوج صافي زائد ناقص واحد اس ان زائد واحد تساوي يو ان زائد واحد كل شيء أس اثنان. خصنا نبينو هذه حتى هي بترجع، صافي حتى هي بترجع. إذا غنشوف الحالة الأولى، لأجل أن كيساوي صفر لدينا شنو عندنا؟ أو صفر، أوكي أو ديال صفر هنا في أو جوج زائد ناقص واحد أس صفر زائد واحد تساوي أو صفر. أو صفر راه عطاو لنا هاهي أو ديال زيرو هي واحد صافي. في او ديال جوج الى حسبناها شنو غتعطينا؟ او ديال جوج هي او واحد زائد او صفر اللي هي جوج صافي. في عفوا زائد هنا ناقص واحد اس واحد شغال غتعطينا هي ناقص واحد تساوي هي واحد صافي. وشنو هي هاد واحد؟ هي او واحد اس اثنان اللي هي او ديال صفر زائد واحد كل شيء أس اثنان صافي. يو ديال صفر. إذا دابا نقول إذا يو صفر في يو جوج زائد ناقص واحد أس صفر زائد واحد كتساوي يو ديال زيرو زائد واحد أس اثنان. شنو معناتها أنت؟ دابا حنا ملي عوضنا هنا بزيرو خرجت لنا العبارة صحيحة. أوكي دابا شنو غندير؟ نفترض إذا حنا فيريفيناها لأجل أن كيساوي صفر، غندوز دابا لهنا غادا نحيدها ونكتب دابا الافتراض ديالي هنا باش يبقالي شي ريسباس فين نخدم. دونك غنقول دابا نفترض المرحلة الثانية، نفترض أن يو دو أن في يو أن زائد جوج زائد ناقص واحد أس أن زائد واحد تساوي يو أن زائد واحد أس اثنان لأجل أن، ونبين أن يو أن ونبين أن دابا غنشوفو نبين أن يو أن زائد واحد في يو أن زائد ثلاثة زائد ناقص واحد أس أن، حيت هنا بحال كنعوضو أن فين ما شفنا ان غنعوضها دابا بان زائد واحد، هنا غتولي ان زائد واحد، هنا ان زائد ثلاثة، هنا غتولي عندنا ان زائد واحد زائد واحد هي ان زائد جوج صافي تساوي يو ان زائد جوج اس اثنان. اوكي اذا دابا الى رجعنا غنبداو مثلا نبداو من واحد الطرف، غنبداو بيو ان زائد جوج اس اثنان تساوي شنو هي يو ان زائد جوج؟ انا عوضوها بهذه اللي عندنا هنا يو ان زائد جوج هي يو ان زائد واحد زائد يو ان، يو ان زائد واحد زائد يو ان اس اثنان، وغنشرو صافي غنشرو هنا. اذا غتولي تجينا هي يو ان زائد واحد اس جوج اوكي زائد جوج
UN زائد واحد UN زائد UN وسي اثنان. إذن غنجيو لهنا غنكملو هاد UN بلس 1 المهم غنديرو UN بلس 1 وسي اثنان هادي غنفرقوها هي UN بلس 1 في UN زائد UN بلس 1 في UN زائد UN وسي اثنان صافي مزيان. هنا غنحاولو نعملو ب UN بلس 1 واحد التعميل هنايا وغتبقى لنا UN بلس 1 زائد UN زائد هنا عاود ثاني هنا غنعمل ب UN وغتبقى ليا هنا UN بلس 1 زائد UN. اذا هذه غتعطينا UN بلس 1 في UN بلس 2 مزيان. عاود ثاني هنا هذه غتعطينا UN في UN بلس 2 اوكي حيت اشرا عندنا اصلا المتتالية عندنا هذه هذه من التعريف ديال المتتالية راها تساوي UN بلس 2 ونفس الشيء بالنسبة لهذه هنا مزيان. اذا شنو غنمشي نزيد هنا انا الا كتلاحظوا هذا الشيء عنده علاقة بهذا UN بلس 1 اس 2 اذا غنمشي ندير هنا UN بلس 1 اس 2 اوكي غنزيدها UN بلس 1 UN بلس 2 زائد UN في UN بلس 2. اذا مادام زدتها مادام زدت هاد الشيء هذا خصني نقص نفسه باش تبقى هاد المتساويه هادي هي او ان بلس 1 اس 2 صافي. اذا غنكمل دابا هنايا هاد او ان بلس 1 هنا شنو غنمشي نعمل غنمشي نعمل هنا بواحد او ان بلس 1 واش غتعطيني هنايا غتعطيني هنا هي او ان او ان بلس 1 زائد او ان بلس 2 اوكي هادي خليها زائد او ان او ان بلس 2 وناقص او ان بلس 1 اس 2 باش غنعوضها ناقص او ان غنعوضها بهذه الناقص ديال هذه كامله اذا غنعوضها بناقص او ان او ان بلس 2 اوكي ناقص ناقص وناقص 1 اس ان زائد 1 صافي مزيان تساوي هي او ان بلس 1 هادي شنو هي عاوتاني او ان بلس 1 بلس او ان بلس 2 هادي هي او ان بلس 3 التعريف ديال المتتالية حدين متتابعين المجمع ديالهم كيعطينا الحد الموالي اذا هي او ان بلس 3 زائد من بعد لاحظ او ان بلس 2 ناقص او ان بلس 2 صافي هادي كتساوي 0 وكتبقى لنا هادي هي ناقص 1 هاد الناقص ممكن نكتبوها هي ناقص واحد أس واحد في ناقص واحد أس أن زائد واحد اللي هي أو أن بلس بلس أن فوا أو أن بلس تروا هادي هي زائد ناقص واحد عندهم نفس الأساس غنجمع الأسين غتعطينا أن زائد جوج وهذا الشيء اللي مطلوب منا نبينو احنا انطلقنا من هنا وصلنا لهادي صافي وصلنا لهاد النتيجة وممكن ننطلقوا من هادي ونوصلوا لهاد النتيجة هادي اللي عندنا هنا اوكي اذا حسب ماشي غير طريق وحده اذا حسب الاستدلال بترجع ترجع مهما يكون ان كينتمي الان مهما يكون ان كينتمي الان عندنا او ان زائد واحد عفوا او ان في او ان زائد جوج زائد ناقص واحد اس ان زائد واحد تساوي UN بلس 1 أس 2 صافي هادي عندنا ورا غنحتاجوها بزاف من بعد في التمارين اللي جاي أوكي هذا فيما يخص السؤال الثاني إذا غندوزو دابا الجزء بي الجزء بي عطاونا إذا كتلاحظوا هنا الجزء بي عطاونا واحد جوج متتاليات لاحظ هنا ان كبر من واحد وان دائما اذا بما يلي الفا ان عندنا هي او ديال جوج ان ناقص واحد على او جوج ان وبيتا ان هي او جوج ان على او جوج ان زائد واحد الف بين ان بيتا ان ناقص الفا ان صافي دونك السؤال اولا اولا الف بين ان مهما يكون ان
كينتمي لان نجمه عندنا بيتا ان ناقص الفا ان كتساوي هي واحد على او ديال جوج ان في او ديال جوج ان زائد واحد. صافي خصنا نبينو هاد النتيجه هادي. اذا غنبدا ليكون ان كينتمي لان نجمه دائما هاد لدينا لان غنمشيو نحسبو بيتا ان ناقص الفا ان. اوكي بيتا ان ناقص الفا ان تساوي نعوضو بيتا ان شحال هي هي او ديال جوج ان على او ديال دوز ان بلس ان ناقص الفا ان هي او ديال دوز ان موانز ان على او ديال دوز ان. اذا الى كتلاحظو هنا شنو طلبو منا نوصلو لهاد النتيجة اذا راهم موحدة بعدا هنا المقام وبالتالي تا حنا نديرو توحيد المقام غنديرو هي اذا توحيد المقام غنديرو هذا في هذا وبالتالي غتجينا هنا او ان زائد واحد في او ديال جوج ان هذا في هذا غتعطيني هي او ديال جوج ان اس اثنان ناقص او ديال جوج ان ناقص واحد في او ديال جوج ان زائد واحد. هذا المقام ها هو كتبقى لنا هذا الواحد منين غتجي ولدينا من خلال ما سبق مهما يكون ان كينتمي لان. اوكي السؤال اللي داز مهما يكون ان كينتمي لان راح كنا بينا باللي او ديال ان في او ديال ان زائد جوج زائد ناقص واحد اس شحال اس ان زائد واحد اس اثنان تساوي او ديال ان بلس ان اس اثنان كنا بينا هادي. صافي اذا مثلا شنو غنجيو ناخدو باش نوصل لهاد النتيجه الا لاحظتوا راه هادي وهادي راهم متشابهين بزاف. صافي البسط مع هاد البسط هذا. اذا الا جينا خدينا مثلا هنا شكون اللي فيها الاس هادي وبالتالي هادي اللي خصها تكون شكون كيلعب دابا هنا الدور ديال او ان بلس ان في هادي هي او ديال جوج ان اس اثنان. اذا ممكن نقول هنا او ديال جوج ان اس اثنان اش غتساوي هي او ديال جوج ان زائد دونك غندير ناقص واحد زائد واحد اس جوج. هاد الان اللي هنا شكون كيلعب الدور ديال هاد الان هذا هو هذا. صافي هو هذا. اذا غنجي غنحاول نطبق هاد القاعده هنا. اذا شنو غتجي تعطينا شكون هو الان هو جوج ان ناقص واحد. اذا غتعطينا هنا ها هو ان هذا اللي كاين هنا. اذا غتعطيني هنا جوج ان ناقص واحد في او ديال جوج ان ناقص واحد ولكن كنزيدو عليه هنا جوج زائد جوج زائد ناقص واحد اس. شكون هو الان هو جوج ان ناقص واحد. اذا غتجيني جوج ان ناقص واحد زائد واحد هادشي كامل يساوي هي او ديال جوج ان ناقص واحد في او ديال جوج ان في او ديال جوج ان زائد واحد ناقص واحد زائد جوج هي زائد واحد زائد ناقص واحد زائد واحد هي صفر وغتبقى لنا ناقص واحد اس جوج ان الاس كي داير زوجي. اذا ناقص واحد اس عدد زوجي هي واحد. صافي هذه هي او ديال جوج ان اس اثنان ومنه شنو غتكون عندنا هنايا او ديال دوز ان اس اثنان ناقص او ديال جوج ان ناقص واحد في او ديال دوز ان بلس ان اش غيساوي هادشي هذا غترجع تولي عندنا هنا واحد. اذا غتولي عندي هنا بيتا ان ناقص الفا ان هذه كامله شحال لقيناها تساوي واحد. اذا غتساوي لنا واحد على او ديال دوز ان بلس ان في او ديال دوز ان مهما يكون ان كينتمي لان نجمه. صافي مهما يكون ان كينتمي لان نجمه. ده فيما يخص السؤال او الاول الف. اوكي ندوزو دابا للسؤال اللي من بعد.
دونك السؤال باء السؤال باء قالوا لنا استنتج انه مهما يكون ان كينتمي النجمة عندنا بعدا الفا ان صغر من بيتا ان. اوكي نستنتجو هذه النجمة. اذا حنا شنو عندنا؟ لدينا بعدا من خلال ما سبق مهما يكون ان كينتمي الان راه كنا بينا او دو ان كبر او يساوي ان. اذا مهما يكون ان كينتمي الان دابا الى بغينا نقولوا ان اطوال او دو ان راه كبر او يساوي ان وان دابا كي داير راه ابارتيان لان اطوال اذا راه كبر قطعا من زيرو. ومنه مهما يكون ان كينتمي الان نجمة عندنا U ديال N كبر قطعا من زيرو، أي أن مهما يكون N كينتمي لN عندنا U N نجمة بطبيعة الحال U ديال جوج N صافي كبر قطعا من زيرو و U ديال جوج N زائد واحد كبر قطعا من زيرو. إذن مهما يكون N كينتمي لN نجمة U ديال جوج N في U ديال 2N بلس 1 كبر قطعا من زيرو. مهما يكون N كينتمي لN نجمة دائما عندنا واحدة على U ديال جوج N في U ديال 2N بلس 1 كبر قطعا من زيرو صافي. ما يكون N كينتمي لN نجمة وهذه هاد سبق لنا بينها شنو هي؟ هي بيتا N ناقص الفا ان. هذه راه هي بيتا ان ناقص الفا ان. ها هي واحد على اي ديال جوج ان في او ديال دو زان بلس ان هي بيتا ان. بيتا ان ناقص الفا ان كبر قطعا من زيرو. وبالتالي مهما يكون ان كينتمي لان نجمه ها حنا عندنا دابا بيتا ان راه كبر قطعا من الفا ان. هذا السؤال الاستنتاج الاول صافي. هذا الاستنتاج الاول. غندوزو للاستنتاج الثاني. الاستنتاج الثاني قالوا لنا استنتج ان بيتا ان ناقص الفا ان صغر قطعا من واحد على ان وكبر قطعا من صفر. خلاص كبر قطعا من صفر راه سهله. دونك نقول عاوتاني نرجع لدينا من خلال ما سبق دابا من خلال ما سبق مهما عدى بدلنا مهما يكون ان كينتمي لان نجمه شنو عندنا؟ عندنا U كنا قلنا U ديال جوج ان كبر قطعا من ايش الا بغينا نقولو U ديال جوج ان U ديال ان بعدا كبر قطعا من ان. اذن غتكون عندنا هنا ما يكون ان كينتمي لان نجمة عندنا دابا U ديال جوج ان كبر قطعا من جوج ان وهاد جوج ان مالها هنا عفوا كبر او يساوي وجوج ان مالها راه كبر قطعا من ايش من ان. و عاود او ديال جوج ان زائد واحد راه كبر او يساوي جوج ان زائد واحد وكبر هذيك كبر قطعا من ان. ومنه او واحد ولا لا بغينا بعد مهما يكون ان كينتمي لان نجمه اوكي مهما يكون ان كينتمي لان نجمه عندنا U ديال جوج ان في U
ديال 2n بلس 1 راه كبر قطعا من n في n، هي n اس 2 اللي هي كبر قطعا من n. إذن مهما يكون n كينتمي لان جمع، عندنا واحد على u ديال جوج n في u ديال 2n بلس 1 راه صغر دابا قطعا من واحد على n. غنديرو المقلوب وخلاص راه كبر قطعا من زيرو، راه بقينا درناها في السؤال اللي داز. ومنهم مهما يكون n كينتمي لان جمع، هاد u ديال جوج n على مضروبة في u ديال جوج n زائد واحد هي بيتا n ناقص الفا ان صغر قطعا من واحد على ان وكبر قطعا من الصفر. هذا هو السينتاج. اوكي ندوزو للسؤال اللي من بعد. دونك السؤال اللي من بعد الف باء، دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني، سؤال ثاني ألف ألف، بين بين أنه مهما يكون N كينتمي لN جمع، أن ألفا N بلس 1 ناقص ألفا N كتساوي هي واحد على U ديال جوج N في U ديال دوز N بلس 2. أوكي دونك غنرجعو لهنا، ليكون n ينتمي لان طوال لدينا، نمشيو نحسبو الفا ان بلس 1 ناقص الفا ان تساوي الفا ان بلس 1 شنو هي؟ هي u ديال جوج عامل ان بلس 1 موانز 1 على u ديال جوج ان بلس 1 اوكي ناقص u ديال 2n موانز 1 على u ديال 2n. إذن هنا هي u ديال جوج n، هنا جوج في واحد هي جوج، جوج في واحد هي جوج ناقص واحد هي واحد، دونك تجينا هنا زائد واحد. هنا u ديال جوج n زائد جوج ناقص u ديال جوج n ناقص واحد على u ديال جوج n. إلا لاحظنا هنا النتيجة اللي طلبوا منا هنا نوصلوا ليها، راه إلا لاحظتونا هنا خصنا نوحدوا المقام، دونك حنا نوحدوا المقام، هي U ديال جوج N في U ديال 2N بلس 2. إذن هنا غتولي تجينا ضربنا هذا في هذا وهذا في هذا، U ديال جوج N في U ديال 2N بلس 1 صافي ناقص U ديال جوج N ناقص 1 في U ديال جوج ان زائد جوج صافي. دابا هاد المقام ها هو اللي طلبوا منا، ولكن هنا كاين الواحد، هنا كاين هاد الشيء هذا كامل. اذا شنو غنمشيو نديرو؟ رانا نحسبوا هادي شحال غتساوي، غندير نحسبوها بوحدها هنايا، ندير u ديال جوج ان في u ديال جوج ان زائد واحد ناقص u ديال جوج ان ناقص واحد في u ديال جوج ان زائد جوج تساوي هي U ديال جوج N في U ديال جوج N زائد واحد، هذي غتبقى ناقص ناقص U ديال جوج N ناقص واحد U ديال جوج N ناقص واحد صافي. هذي هاد جوج ان زائد جوج شنو هي؟ هي U ديال جوج ان، U ان زائد جوج هي U ديال جوج ان زائد واحد زائد U ديال جوج ان صافي متفقين؟ هادي راه هي U ديال جوج ان زائد جوج. غنرجع دابا لهنا نكمل تساوي، إذا هادي غتبقى U ديال جوج ان في U ديال جوج ان زائد واحد ناقص U ديال جوج N ناقص واحد في U ديال جوج N زائد واحد ناقص U ديال جوج N ناقص واحد في U ديال جوج N.
صافي متفقين. دونك تساوي اذا الى عملت دابا هنايا غنعمل ما بين هذه وهذه ب او ديال جوج ان. اش غيبقى لي هنا؟ او ديال 2n بلس 1 نا او ديال 2n بلس 1 ناقص او ديال 2n موانز 1 موان او ديال 2n موانز 1 في او ديال 2n بلس 1. اوكي مزيان تساوي هذه عاوتاني بالتطبيق ديال التعريف هذه هي او ديال جوج ان. هانتوما الى رجعنا لهنايا حسبنا هنايا او ديال جوج ان زائد واحد غتعطينا او ديال جوج ان زائد واحد هي او ديال جوج ان زائد او ديال جوج ان ناقص واحد. هذه غترجعنا غتبقى لي هنا او ديال جوج ان زائد جوج صافي. اذا هذه هي او ديال جوج ان كاينه عندنا هنا ان بلس ان. اذا هنا غتولي هي او ديال جوج ان اس اثنان ناقص او ديال جوج ان ناقص واحد في او ديال جوج ان زائد واحد تساوي. قبيله راه كنا حسبنا هذه كنا قبيله حسبناها صافي في السؤال في هذا السؤال هذا في هذا السؤال ملي بينا بيتا ان ناقص الفا ان كتساوي هذه كنا حسبنا ولقينا هذه راه تساوي كامله هذه راه كتساوي واحد صافي كامله هذه راه كتساوي واحد. هذه كنا حسبناها في السؤال قبيله الدياز ومنه مهما يكون ان كاين حتى من ان نجمه شنو عندنا هنا ان الفا ان بلس 1 ناقص الفا ان شحال لقيناها كتساوي هي واحد على او ديال جوج ان في او ديال 2n بلس 2. اوكي دونك غندوزو للسؤال اللي من بعد. سؤال باء قالوا لنا بين ان مهما يكون ان كينتمي لان نجمه مهما يكون ان كينتمي لان نجمه ان الفا ان كتساوي واحد على بيتا ان ناقص واحد ليكون دابا ليكون عاوتاني ان كينتمي لان نجمه لدينا غنمشي غنحسب مثلا واحد على بيتا ان ناقص واحد على بيتا ان ناقص واحد اللي هي واحد. اوكي هي واحد بيتا ان شنو هي غنعوضها ها هي هنا بيتا ان هي او ديال جوج ان على او ديال جوج ان زائد واحد ناقص واحد ها هي بيتا ان راه تعطاتنا هنا. اذا هذه هذا المقام غيطلع الفوق تولي هي او ديال جوج ان زائد واحد على او ديال جوج ان ناقص واحد. اذا هنا غنوحدو المقام غتولي عندي هنا هي او ديال جوج ان هنا او ديال جوج ان زائد واحد ناقص او ديال جوج ان. وحنا عاوتاني هنا باش عاوتاني نشرح هاد الكلاسات شي مرات حنا راه هلا شنو عندنا ان المتتالية معرفة باياش او ديال ان زائد جوج كتساوي او ديال ان زائد واحد زائد او ديال ان. اوكي دابا الى خدينا هنايا مثلا الى حسبنا او ديال بنفس الطريقه دونك غنخلي هنا جوج الى حسبنا او ديال جوج ان زائد واحد شنو غتكون عندنا هنا او ديال جوج ان زائد واحد دونك غنولي نحسبها انا هي او بعدا نكتب هذه على هذا الشكل هي او ديال جوج ان زائد جوج ناقص واحد هي جوج ناقص واحد. اذا شكون كيلعب هنا الدور ديال ان هاد الجوج غنكتب هكا ناقص واحد زائد جوج شكون كيلعب الدور ديال ان ها هو هذا كامل حيتاش هاد الجوج ها هي. اذا غنمشي على هاد المينوال هي جوج ان ناقص واحد زائد واحد زائد او ديال جوج ان ناقص واحد صافي. اذا اش كتولي عندي هنا او ديال دوزان
بلس ان كتساوي هي او ديال جوج ان زائد او ديال جوج ان ناقص واحد، ومنه او ديال جوج ان زائد واحد ناقص او ديال جوج ان كتساوي هي او ديال جوج ان ناقص واحد. صافي، اذا هذه او ديال دوز ان بلس ان ناقص او ديال جوج ان هي او ديال جوج ان ناقص واحد. انا غنجي نعوض هنا تساوي U ديال دوزان موانزا على U ديال دوزان. وشنو هي U ديال دوزان موانزا على U ديال دوزان؟ هي ألفا N. ومن هم ما يكون N كينتمي الأنجمة، عندنا واحد ولا ألفا N كتساوي واحد على بيتا N ناقص واحد. صافي، ومن بعد قالك استنتج رتابة ألفا N وبيتا N. باء ولا جيم، دونك في هذا السؤال جيم، غنمشيو بعدا الرتابة ديال رتابة الفا ان. رتابة الفا ان هنا ان كبر من او يساوي واحد. اذا لدينا من خلال ما سبق مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، لقينا باللي الفا ان بلس ان ناقص الفا ان كي دايره كتهي واحد على او، ياك واحد على او ديال دوزان، او ديال دوزان فوا او ديال دوزان بلس دو. و مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، عندنا او ديال ان راه اكبر قطعا كي دايره من صفر. اذا مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، عندي او ديال جوج ان كبر قطعا من صفر، و او ديال دوز ان بلس دو كبر قطعا من صفر. ومنه هاد الشيء هذا كامل، مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، الفا ان بلس ان ناقص الفا ان نقولو كبر قطعا ولا كبر قطعا من صفر ولا كبر او يساوي كيف كيف. اذا الفا ان كي دايره لاجل ان كبر او يساوي واحد راها تزايديه. اوكي، تزايديه. دابا شنو عندنا؟ رتابه بيتا ان، رتابه بيتا ان ان كبر من او يساوي واحد. اذا لدينا من خلال ما سبق مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، لقينا باللي الفا ان كتساوي هي واحد على بيتا ان ناقص واحد، اللي هي كتساوي اذا نقولوا هنا واحد على بيتا ان كتساوي هذا الواحد غتجينا الفا ان زائد واحد. مهما يكون ان دائما، مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، غتكون عندي هنا دابا بيتا ان كتساوي هي غتساوي لينا هي واحد على الفا ان بلس ان. دابا باش نستنتج الرتابه ديالها غنمشي نحسب بيتا ان بلس ان ناقص بيتا ان. بيتا ان بلس ان ناقص بيتا ان اش غتساوي؟ هي واحد على الفا ان بلس ان بلس ان ناقص واحد على الفا ان بلس ان. اذا الى وحدنا المقام غتجينا هنا الفا ان زائد واحد ناقص، عاوتاني هذا غيجينا ناقص الفا ان بلس ان ناقص واحد على الفا ان بلس ان زائد واحد عامل الفا ان زائد واحد. اذا هذه مع هذه مشات، وكتبقى لنا هنا هي الفا ان ناقص الفا ان بلس ان على الفا ان بلس ان زائد واحد عامل الفا ان زائد واحد. وهذا الشيء هذا كي داير المقام، كي داير عندنا هنا المقام الفا ان ناقص شنو لقينا قبيله؟ لقينا بلي الفا ان بلس ان ها هي
يعني بحال بغينا نقولوا الفا ان بلس ان كبر من الفا ان، كاينه ولا لا؟ اذا الفا ان ناقص الفا ان بلس ان راه سالب، وهذا الشيء هذا خلا راه موجب. علاش غتقولوا لي علاش موجب؟ علاش موجب؟ راه اصلا الفا ان، الفا ان، الفا ان راها معرفه بدلاله اي دو ان، اي دو ان كي دايره دائما موجبه، وبالتالي هذا البسط هذا كامل المقام عفوا دائما موجب. ومنه بيتا ان بلس ان ناقص بيتا ان بلس ان ناقص بيتا ان صغر من زيرو مهما يكون ان كينتمي لانجما. صافي، اذا بيتا ان راها تناقصيه، تناقصيه. صافي، هذا سالب، هذو كلهم موجبين، اذا هذه راها تناقصيه. وندوزو السؤال اللي من بعد. السؤال اللي من بعد كيقول لنا بين ان المتتاليتان متحاديتان. سهله جدا، حيت راه كنا بينا نبينوا بان المتتاليتان متحاديتان، يعني راه كنا بينا بلي وحده تناقصيه وحده تزايديه، ياك؟ دونك بقى لنا غير الليميت ديال الفرق ديالو. اذا لدينا من خلال ما سبق مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، راه كنا بينا بلي بيتا ان ناقص الفا ان صغر قطعا من واحد على ان وكبر قطعا من زيرو، كاينه ولا لا؟ ها هي كنا بينا في هذا السؤال. اذا ليميت عندما يقول ان الى زائد ما لا نهايه ديال بيتا ان ناقص الفا ان صغر من ليميت ديال واحد على ان، هادو مصادق التقارب، وكبر من زيرو. وهاد الليميت هادي، اذا الليميت عندما يقول ان الى زائد ما لا نهايه ديال بيتا ان ناقص الفا ان، هاد الليميت ديال واحد على ان شحال هي؟ هي زيرو، وهنا زيرو، ومنه ليميت ديال بيتا ان ناقص الفا ان تساوي زيرو عندما يقول ان الى زائد ما لا نهايه. ها حنا بينا هادي، وكنا قلنا بلي الفا ان كي دايره ان كبر او يساوي واحد تزايديه، الفا ان هي اللي تزايديه، تزايديه. بيتا ان تناقصيه، تناقصيه. هنا ان كبر او يساوي، اذا هاد الشروط هادو بجوج كاملين بثلاثه اش كيعطيونا؟ الفا ان و بيتا ان الفا ان و بيتا ان متحاديتان، متحاديتان. اذا كانوا متحاديتان اذا غنزيد، اذا الفا ان و بيتا ان متقاربتان، متقاربتان، متقاربتان. و ليميت ديال الفا ان ان غادي لزائد ما لا نهايه يساوي ليميت ديال بيتا ان كيساوي ال. صافي، كيساوي ال. من بعد كيجيو كيقولوا لنا احسب النهايه ديال الفا ان وبيتا ان. صافي، احسب النهايه ديال الفا ان وبيتا ان. مزيان، نحسبوا النهايه ديال الفا ان. اذا قلنا دابا على المتتاليتين متقاربين وعندهم نفس النهايه، دابا غنستنتجوا النهايه ديالهم. يستنتج، يستنتج ال، هاد ال هذا هو اللي كنا كتبنا هنا، هو الليميت. صافي، العدد ال هو الليميت اللي كنت كتبت هنا. اذا لدينا السؤال اللي داز، مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، راه كنا بينا باللي الفا ان كتساوي واحد على بيتا ان، واحد على بيتا ان ناقص واحد. اذا عندي هنا الليميت عندما يقول ان الى زائد ما لا نهايه ديال الفا ان كتساوي هي الليميت ديال واحد على بيتا ان
ناقص واحد هنا ان غادي بلس انفين صافي. بما ان الفا ان وبيتا ان متقاربتان فان ليميت ديال الفا ان عندما يقول ان الى زائد ما لا نهايه كيساوي واحد على الليميت ديال بيتا ان ان غادي بلس لانفيني ناقص واحد. شحال هي هاد الليميت ديال الفا ان؟ قلنا هي ال، والليميت ديال بيتا ان هي واحد على ال ناقص واحد. اضرب كل شيء في ال غتولي عندي هنا ال اس اثنان ناقص تساوي واحد ناقص ال صافي. يعني ان ال اس اثنان زائد ال ناقص واحد تساوي زيرو. حنا بغينا نحدو هاد ال، راه نحسبو الدلتا. الدلتا شحال عندنا؟ هي ب اس اثنان هي واحد ناقص ربعة في واحد في ناقص واحد اللي هي خمسة، كبر من زيرو. اذا عندنا جوج الحلول اللي هما ال ان شكيساوي ناقص ب ناقص واحد ناقص جذر مربع خمسة على جوج صافي، و ال جوج كيساوي ناقص ب اللي هي ناقص واحد زائد جذر مربع خمسة على جوج. لاحظ هنا هذا ال ان كي داير، هذا عدد كله سالب صغر من زيرو، وهذا راه كبر من زيرو. مزيان، هذه راه مهمه بزاف. بما ان الفا ان كي دايره مهما يكون ان كينتمي لان نجمه، عندي الفا ان راه كبر من زيرو. علاش كبر من زيرو؟ حيتاش الفا ان كلها مرتبطه ب ان، لان الفا ان كتساوي جوج على او ان ناقص واحد على ماشي جوج، او ديال جوج ان ناقص واحد عفوا، او ديال دوزان موان زان على او ديال دوزان، و او ان كبر او يساوي ان مهما يكون ان كينتمي لان. اذا هادشي هذا كله موجب صافي. ايوا حنا الفا ان كلها موجبه ياك، وخرجت لنا الليميت ديالها فيها جوج، وحده موجبه وحده سالبه. اذا غنقول هنا الليميت ال، غناخذو غير الموجب اللي هو هذا، حيتاش هاد الليميت هادي سالبه اذا ما يمكنش. منه ال كتساوي ناقص واحد زائد جذر مربع خمسة على جوج صافي. هنا وهادي كله كلشي موجب، وحده فيهم في هاد لي ليميت موجبه وحده سالبه، اذا كناخذو حنا غير الموجبه ونهايه حل التمرين. تمرين زوين ديال السالية ديال فيبوناتشي زوين بزاف.